أهلا بيكم في فيديو جديد من مجلة الحياة. وضع مصر دائما قدام عينه، وكان شغله الشاغل وهدفه الوحيد أمنها واستقرارها هو الأمين عبد الله، اللي تحول من كونستابل أو شاويش عادي لراجل عظيم أحبط مخطط الأعداء ضد مصر. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فكانت نهايته مؤلمة. هنستعرض معاكم قصة حياة الأمين عبد الله وتفاصيل إحباطه لمخطط العدو ضد مصر. تابعونا. اتولد الأمين عبد الله في محافظة بني سويف، لكنه بيجمع بين الأصول السودانية والمصرية، فوالده مصري، اسمه محمد عبد الله، اتولد في محافظة الدقهلية واشتغل ضابط تفتيش في أسيوط. أما والدته فهي فاطمة فضل، وهي بنت السلطان فضل نور، وكان والدها في منصب سلطان إقليم الواو في السودان. وعاش عبد الله مع والده محمد ووالدته فاطمة في حي عابدين بالقاهرة. بدأت قصة الأمين عبد الله في بداية القرن العشرين بعد انضمامه لفئة الكونستابل، وكانت من شروط الانضمام ليها إن يكون الأفراد المنضمين بيجدون القراءة والكتابة وحصولهم على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية مع اجتياز امتحان في المواد الدراسية في السنة الأولى والتانية من التعليم الثانوي، لأن هدفهم إن يكون جنودهم مثقفين. وفي يوم 7 نوفمبر سنة 1944 كان يوم عادي للكونستابل أمين عبد الله، وأثناء تجوله في منطقة الزمالك ومتابعة عمله مر بجوار فيلا اللورد موين، وهو الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، فسمع صوت إطلاق رصاص وتتبع الصوت واكتشف مقتل الوزير البريطاني، فتحرك على الفور عشان يبحث عن مرتكب الجريمة، فلاحظ شخص بجانب الفيلا بيقود دراجته النارية وعليه علامات ارتباك، فقام بتأييده وسلمه العسكري الدورية وأكمل بحثه في المنطقة عن أي شكوك أخرى. وبالفعل دخل مطاردة كانت هتنهي بحياته وقبض على الشريك التاني في العملية. وبعد التحقيق مع المتهمين تم الكشف أنهم بينتموا لمنظمة كانت بتريد استمرار الاحتلال البريطاني لمصر، فأرادت أن تثير القلق وانتشار عدم الاستقرار لوضع مصر في مسؤولية الحادث، فقامت بتنفيذ عملية اغتيال الوزير البريطاني. وبعد الواقعة أصبح الكونستابل حديث مصر وبريطانيا وتصدر عناوين الأخبار بسبب شجاعته، وفشل مخطط العدو لإحراج مصر قدام إنجلترا، ولقبوه بلقب الرجل اللي أنقذ سمعة مصر، وحصل على تكريم من الملك فاروق وأعطاه نوط الجدارة الفضي، وكمان منحه مكافأة مالية، وحصل على ترقية من كونستابل الملازم. أيضا بريطانيا أرادت تكريمه، لكن الملك فاروق رفض لحمايته من تربص الأعداء، وتم اختياره كحارس شخصي لكبار الزوار والشخصيات المهمة اللي زارت مصر وقتها، وتعين كحارس شخصي للملك فيصل. لكن تكريمه لم يدم لمدة طويلة، فبعد ثورة 52 اتهم بالعمل مع المنظمات الأجنبية ضد مصلحة مصر، وتم تنحيه عن عمله وأصيب بخيبة أمل كبيرة. بعدها تم تعيينه كقائد للحرس في شركة المقاولون العرب، وبسبب مسيرته المميزة قررت السينما تجسيد شخصيته في فيلم جريمة في الحي الهادئ 1967 ليظل في ذاكرة التاريخ، وجسد الفنان رشوان توفيق والفنان زين العشماوي شخصية القاتلين، وجسد الأمين عبد الله شخصيته بنفسه في الفيلم ومثل مشهد المطاردة والقبض عليهم. وانتقالا لحياته الخاصة، فتزوج في بداية حياته من منيرة وهي ابنة الأميرة لاي محمود بيك، وهو ضابط في الجيش المصري، واستمر زواجهم لمدة 50 سنة، وطوال فترة زواجهم لم يرزقوا بأطفال، وبعد تقدمه في السن ضعف بصره، فقررت أسرته إنها تزوجه من فتاة ريفية تسهر على خدمته، وبالفعل تزوج، وكان قدر ربنا إن يرزق منها ببنتين وهم مريم ومنيرة، حتى سنة 2002 وفي هدوء تام رحل الأمين عبد الله عن عالمنا عن عمر يناهز 90 سنة.